تموج الحياة الثقافية على الساحة العربية بتيارات شتى تتنازع في عقل الشاب، وما بين الفكر المتشدد إلى الفكر الجامد يقف الشاب الذي لا يزال على بداية الطريق حائرا. لذلك يضطر هذا الشخص المضطرب فكريا أن يختار نوعا من هذه الأفكار وينتهجها. صدق نزار قباني حين قال: لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح الجاهلية. لاحظ بأن الشباب يحبون أن يقلدون الغرب تقليد أعمى القشور فقط، لكن الروح بعد هي نفس الروح القبلية الجاهلية. نلاحظ أنه الأغلبية من الشباب يحبون حرية الغرب ويقلدوهم بالحرية العمياء، لكن ثقافتهم بعد هي نفس الثقافة. يمكن محاول أنه رفع من ملابسه، رفع من كذا، لكن ما رفع من أسلوب تفكيره. لأنه لما تجي أنت تشوف أنه ممكن أنه شباب اليوم ممكن أنه يتحدث بحرية مطلقة مع فتيات أخريات بعيدات عنه، غريبات عنه، مو من أقاربه يمكن، لكن لما الشغلة تخص أخته أو بتعمه أو أحد أقربائه، لا، تحس أنه هو رجع العصبية القبلية مالته، رجع للتقاليد المجتمع وثوابت المجتمع اللي موجودة. ولعل أبرز المظاهر التي تطبع بها الشاب العربي هي السلوكيات السلبية والأزياء التي أصبحنا نراها في الأماكن العامة والتي تثير استغراب الناس. ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أصبحت اليوم تلعب دورا في تسطيع الثقافة من ناحية، ثم تشويهها وإبعادها من ناحية أخرى. لاحظنا بالفترة الأخيرة وضع الشاب العراقي، الانجراف إلى بعض التصرفات المسيئة كالملبس والتصرفات الأخرى الغير لائقة بالشاب العراقي. نرجع ونقول أن القاعدة الأساسية للشاب العراقي هي البيئة اللي يعيش بها والتربية البيتية اللي لها تأثير مباشر على وضع الشاب العراقي. ثانيا الاختلاط، اختلاط الشاب ببعض الأصدقاء المسيئين اللي خلاه يقلد الغرب من ناحية الملبس والتصرفات، هذه التصرفات دخيلة على المجتمع العراقي. طبيعة الشباب يعني التقيد مالتهم أو التحرر معتمد على تربيته داخل المنزل، فإحنا لازم نستخدم الثقافة اللي متعلمين عليها من أهاليتنا والتربية الصحيحة بتطبيق التقاليد اللي تتلائم ويانا. اليوم في ظل ما يحدث من انحدار ثقافي، وجب على الجهات المختصة الحكومية منها والتعليمية أن تقف بحزم أمام هذه الموجة وأصد سلبياتها أو تعديلها. أركان الجابري، قناة العراقية، بغداد.